وهذا الله تعالى يخبركم ويخبرنا ويخبر كل إنسان تمر عليه هذه الآية، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يا ربي رجعني دور ثاني. هكذا تصور الآن راسب في الاختبار، قال لك دور ثاني في الآخرة، ماشي دور ثاني، انتهى، وصلت الساعة، انتقل هذا الإنسان من النعيم، من الزوجات، من الأولاد، من السيارات، من الأموال، من الرحلات، من التمشيات، من البحر، من الجمال، من كل شيء، يخرج بالقطن والشاشي وبقي وبعض العطور. ثم من كرم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، حتى لو كان عاصيا لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله سبحانه وتعالى، أكرمه الله سبحانه وتعالى أن هناك أناس يقومون عليه، يغسل ويكفن ثم يدفن، وهو لم يعرف حق الله سبحانه وتعالى. في إحدى البلدان أحد يذكر قصة، يقول يعني شخص توفي وسبحان الله جنازته ما قدروا يدخلوها المسجد، كل ما أدوا ليدخلوها المسجد هذه تفتر الطارقة، كل ما أراد يدخلها المسجد تحتال كأنه حد يحيلها. فسألوا الإمام، إمام المسجد، قالوا نحن عندنا هنا يعني شخص توفي لك ما قدرنا ندخله يعني. فقال لهم هل كان ابنكم يصلي؟ قالوا لم نشهد له أنه دخل مسجد قط. قال كيف تريدون أن تدخلوا هذه الجثة إلى بيت الله الطاهر وهو لم يعرفها في حياته؟ اذهبوا وصلوا عليه في أي مكان. فهذه نماذج. وهناك أيضا من القصص التي مرت علي أن رجل معروف بتغسيل الموتى، فاتصلوا به أهل الميت يوم من الأيام الساعة 2 بالليل، أن نحن عندنا ولد يعني سوال حادث مات ونبغاك تغسله. يقول هذا الشيخ يعني يقول مسافة بعيد من بيتي إلى بيت هذا الميت. يقول حاولت أتعذر لهم وكذا ما شي فائدة. يقول فلما ذهبت وجدت هذا الشاب، شاب عملاق يعني، يقول أنا لا أستطيع أن أفعل معه شيء، هذا الشاب يعني ضخم جدا على جثة، وهذه الجثة زرقاء أزرق، ليس أسود يعني أسود، وليس أبيض أبيض ولا أحمر، هكذا يعني فيه زرقة. يقول وتخرج منه رائحة نتنة. فيقول لما رأيت هذا الأمر اتصل بصديق، يقول عرف صديق واتصل به قال تعال ساعدني. فيقول حاولنا أن ندخل عند هذا الشاب لتغسيله ما استطعنا من شدة الرائحة، ويعني يقول حاولنا بشكل سريع تغسيله هكذا وأخرجناه وقلنا لأهله كفنوه وحلكم يعني. فبعد فترة هذا الولد اللي متصل على الشيخ اتصل، الظاهر انه ضميره أنبه انه عنب الشيخ من هذه المنطقة وجاء الى هذا المكان ليغسل هذا الميت. فقالوا شيخ انا سامحني اتصلت بك من زمان وكذا لتغسيل احد ابن عمي ومدري ايش. فقالوا طيب ما قصة ابن عمك هذا؟ لان الى الان نحن لم نستطع ان ننسى هذا الموقف العظيم. قال الحقيقة أن ابن عمي هذا لا يصلي ومات وهو سكران وعلى لواط، يعني هم كانوا يعرفون هذا الإنسان وأحواله وأعماله. فإذا انظروا إلى سوء الخاتمة هذه، هل ترشدنا هذه، هل توصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قدوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا أيها الإخوة يقول من كان يريد الله واليوم الآخر، الأمر بسيط جدا، تريد الله تريد اليوم الآخر، الأمر بسيط. لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.